يعني كأنك تتفق مع ما طرحه اليوم الدكتور عبد الوهاب الأفندي وهو مفكر سوداني، وكان يقول يعني هناك عسكر شئنا أم أبينا، وهؤلاء ليسوا كلهم موالون للبشير كانوا، ويقول يمكن للمدنيين إن اتفقوا في تشكيل جبهة ديمقراطية أن يمروا بهذه المرحلة الانتقالية بدون أي نزاع، وسوف يتم محاصرة العسكر إن اتحد المدنيون أنفسهم. هل توافق هذا الطرح؟ أنا بالطبع لم أستمع إلى مداخلة الأستاذ الأخ الصديق عبد الوهاب الأفندي، ولكن هذه ربما هي يعني لا أدعي أنها رؤية العقلاء الآن الذين يغلبون كل يعني هم وطني على كل المصالح الصغيرة. وبالتالي دائما نقول بأن الخطاب يجب أن يوجه للقوى السياسية التي تتكالب الآن وبدأت تحجز مقعدا متقدما في التفاوض مع النظام. ليس هناك ما يجعل الناس يستحون على آرائه. الواضح الذي لا لبس فيه هو أن صوت الشارع السوداني يطالب وبشدة بانسحاب الكوادر الحزبية المسيسة الصارخة من عملية التفاوض، لأنها هي التي أفسدت المشهد السياسي الحالي. تجمع المعنيين السودانيين يستحق التقدير والإشادة لما لعبوا من دور وطني كبير، ولكن يجب أيضا أن نضع أيضا على الجهة ونقول بأن تجمع المعنيين عندما سمح للقوى السياسية الموقعة على الحرية والتغيير أن تفرض نفوذها وأن يعلو صوتها على صوت تجمع المعنيين الذي نال صيغة الشارع السوداني فقد الكثير من الأوراق، ويجب أن يعود بالدائرة لنقطة الانطلاقة الأولى، وهي أن يتجرد تجمع المعنيين السودانيين من هذه الأصوات الحزبية الصارخة ويتبنى الخط القومي الذي نال احترام وتقدير واحترام كل أبناء الشعب السوداني، وأنا من بينهم. سنبقى ندعم هذا الخط حتى يخرج السودان من هذا النفق وكل هذه المهددات.